معكم معكم حياة القبيبة رئيسة جمعية آباء أطفال التوحد بأسفي. اليوم دايرين اليوم شاطئ الأطفال الجمعية، هاد اليوم اللي كان بشراكة مع جمعية المنار للثقافة والتربية فرع مدينة. اليوم اللي كان ناجح بامتياز، شاركوا فيه الأطفال وتمتعوا باليوم الشاطئي. وكان الشاطئ اليوم مدينة أسفي كان زوين والجو زوين الحمد لله. وكنشكروا كل الأطر ديال جمعية المنار والأطر ديال جمعية آباء أطفال التوحد على المساعدة وعلى هذا النشاط اللي كان قيم وفي المستوى، وشكرا. طيب زهرة رضواني، إطار بجمعية المنار للتربية والثقافة فرع أسفي المدينة، إطار وطني بجمعية المنار، وإطار إداري بجمعية آباء أطفال التوحد في إطار الشراكة والتعاون ما بين جمعية المنار وجمعية آباء أطفال التوحد. البرامج والأنشطة المشتركة ما بين جمعية المنار للتربية والثقافة وجمعية آباء أطفال التوحد، حنا اليوم في إطار تنظيم واحد اليوم شاطئي للأطفال لفائدة أطفال التوحد من تأطير وتنشيط جمعية المنار للتربية والثقافة. هذا النشاط اللي حضر له 48 طفل توحدي رفقة الأطر المرافقة ديالهم والأطر الإدارية والتربوية للمركز، إضافة لجمعية المنار والأطر المنشطين والاطر التربويه ديالها اللي قاموا بمجموعه ديال البرامج خلال هذا اليوم اللي كان فيه الاستقبال في 9 الصباح اليوم. من بعد درنا واحد التجمع وكان تنشيط، افتتحنا بتحيه العالم، من بعد انطلقنا لواحد الالعاب الشاطئيه اللي كانت لعبه كبرى، الالعاب الشاطئيه اللي لعبوها على محطه الاطفال. دابا حنايا درنا عاود فتره ديال السباحه هنايا باش يستافدوا الوليدات من البحر. من بعد غادي يكون عندنا العاب رياضيه وغنديروا اليوم واحد تنشيط بالبهلوان وتنشيط بالالعاب. صافي ان شاء الله ويلتحقوا بالبيوت. معكم اطار من جمعيه المنار حمزه بن ربع، اطار تربوي. جينا اليوم باش نقوموا بانشطه ترفيهيه وكذلك شاطئيه فائده الاطفال التوحد، اللي كيف ما كتشوفوا حنا في نشاط ديال السباحه اللي كنخليهم شويه يخرجوا من الجو ديال الدار والجو ديال الدراسه ومن بزاف ديال الحوايج كيقوموا بالسباحه. كذلك كانوا في انشطه ترفيهيه وشاطئيه الفوق في الاذاعه، ومازال غادي تكون مجموعه ديال الانشطه من ضمنها البهلوان، كذلك مسابقات ترفيهيه. وكنتمنى من الله عز وجل باش يترفع علينا هذا الوباء وتقوم بالانشطه دائما، ما توقفش كيف ما كان. لصراحه بزاف اللي تحرموا منهم اطفال ديال الدراسه، كذلك مجموعه من الاطفال، كنتمنوا من الانشطه تزيد لقدام ويعطوا اهميه وارتسامات تكون عاليه فعاليه جدا. هاد الاطفال ديال التوحد كيف ما كنعرفوا هما مش اطفال عاديين، خاصك كيفاش تاقلم معاهم. بالنسبه للسباحه كنقوموا بواحد الكورده كنشكلوه شكل ديال مسبح داخل البحر باش ما كيفوتوش داك الفضاء. السلام عليكم، معكم عبد الغفور العسري مدير مركز اطفال التوحد باسفي. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم كاين عندنا خرجه للوليدات، واحد النشاط صباحي اللي نظمته جمعيه اباء اطفال التوحد باسفي بشراكه مع جمعيه المنار للتربيه والثقافه فرع اسفي المدينه. اليوم هذا النشاط اللي متعدد يعني فيه بزاف الانشطه، يعني في السباحه، في العاب، في عده ورشات، منها السباحه، منها العاب ترفيهيه، البهلوان وما الى ذلك. الهدف الاول الاساسي هو نرفهوا على الوليدات ديال التوحد. كيف ما كتعرفوا اللي دوزوا واحد السنه يعني من شهر 9 هما يا غير يعني الخدمه البروغرام، دابا يخرجوا شويه يدوروا. عندنا تقريبا جوج سيمانات كامله غيكونوا هذا الشيء اللي بقى في السنه ان شاء الله غيكونوا عندهم غير خرجات، يعني يخرجوا للغابه. عندنا مدينه بالبحر وان شاء الله تكون الغابه باش توصلوا بجديد صافي ناو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.